السلام عليكم. في الفيديو عايز اتكلم عن الفاريانس والكوفاريانس والكوفاريانس ماتريكس. تعال افرض انا عندي شويه الداتا دي، ماشي. الداتا دي لها سنتر معين، السنتر ده عباره عن فيكتور ميو اكس وميو واي، حيث الميو اكس هي القيمه دي اللي هو الافريج بتاع الاكس كومبوننتس بتاع كل البوينتس بتاعتك اللي موجوده جوه الشيء ده يعني، والميو واي هو الافريج برضو بتاع الواي كومبوننتس، فهتلاقي ده السنتر في النص. طيب عايز احسب حاجه اسمها الفاريانس بتاع الداتا. ايه هو الفاريانس بتاع الداتا؟ انا عايز اعرف اون افريج مثلا عندي فاريانس في اتجاه اكس وفاريانس في اتجاه واي، ماشي، بنسميه سيجما سكويرد. طيب الفاريانس ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا عايز اعرف اون افريج الاكس كومبوننت بتاع كل بوينت بي بعيد عن المين بمقدار قد ايه؟ اون افريج. فمثلا لو كان كل البوينتس متحوطه هنا كده حوالين المين بالظبط، هلاقي ان الفارينس صغير قوي. لو كل البوينتس عند السنتر بالظبط، هلاقي الفارينس بصفر، لان كل البوينتس مفيش اي فرق بينها وبين الميو اكس. بس انا عايز اون جنرال، عايز اون افريج اعرف البعد ما بين كل بوينت او ما بين الاكس كومبوننت بتاع كل بوينت وما بين الميو اكس قد ايه. فعايز احسب الكلام ده، فحقيقة ان انا عندي بحسب افريج معين، فبقسم على عدد البوينتس وبجمع سميشن. اول ترم هنا مثلا اكس 1 ناقص ميو اكس سكويرد، كده بقول الاكس كومبوننت بتاعت اول بوينت، كل بوينت عباره عن اكس اي واي اي. اكس كومبوننت بتاع اول بوينت ناقص الميو تربيع، بلس اكس كومبوننت بتاع تاني بوينت ناقص الميو اكس تربيع، بلس تالت بوينت، وهكذا. طب ليه عامل تربيع مش بجمع بس؟ عشان انا عايز عشان لو شلت تربيع هلاقي لو بوينت هنا وبوينت هنا هيلاشوا بعض، انا مش عايز ده يحصل. عايز احسب اون افريج ان دي بوينت بعيده ودي بوينت بعيده، مش عايز اقول ان لو دي بعيده ودي بعيده بنفس المقدار يلاشوا بعض. انا عايز احسب قيمه موجبه تحدد لي لاي درجه انا باوسيليت حوالين المين او ببعد حوالين المين يعني. فده بنسميه الفاريانس بتاع الاكس فيتشر بتاع اكس 1 يعني، اللي هو طبعا ماشي يعني ممكن نسميها دي واي عشان تكون الدنيا الطف شويه يعني، ماشي. بنفس الطريقه هلاقي ان في فاريانس في اتجاه الواي عباره عن واحد على ان برضو. طب الاول ممكن بس نقول سيجما اكس تربيع دي هعمل لها القانون بتاعها، عباره عن واحد على ان سيجما لكل البوينتس بتاعتي اكس اي ناقص ميو اكس كل سكويرد. طيب فده اسمه الفاريانس. الجذر بتاعه بنسميه الستاندرد ديفيشن، عشان في الاخر انا كده بربع المسافه. لو المسافه دي كانت 2 ده هيديني 4 صح، فانا ده مش بيكون مش الاكتشوال ديستانس، انا ده بشكل ما بيعبر عن السكوير بتاع الديفيشن بتاعي. انا كان عندي ديفيشن معين مثلا مقدار 2، الفاريانس ده بيعبر لي عن السكوير بتاع الديفيشن، عشان كنت حاطط هنا سكوير. فانا عشان اجيب الديفيشن نفسه او بنسميه الستاندرد ديفيشن سيجما اكس عباره عن واحد على جذر الكلام ده، جذر واحد على ان سيجما اي اكس اي ناقص ميو اكس سكويرد، ماشي. فده كده الستاندرد ديفيشن. بالمثل هتلاقي سيجما واي سكويرد بيساوي 1 على ان سيجما اي، بس هنا هيبقى واي اي ناقص ميو واي سكويرد، وبرده الستاندرد ديفيشن في اتجاه الواي ايكوال جذر 1 على ان سيجما اي واي اي ناقص ميو واي تربيع. طيب فانا كده بحسب الفاريانس بالنسبه لدايمنشن واحد بس. طيب ساعات بكون عايز اعرف معلومه تانية، المعلومه دي اسمها ايه؟ اسمها الكوفاريانس ما بين اكس وواي او ما بين اكس 1 واكس 2. الكوفاريانس ده بقول كوفاريانس، كو يعني مشترك، فانا عايز اعرف الفاريانس المشترك ما بين الاثنين فاريبلز. بمعنى تاني انا عايز اعرف هل لما الاكس بتزيد غالبا اون افريج الواي بتزيد ولا بتقل، ولا بتفضل ولا مالهاش علاقه، ولا بتفضل ثابته يعني. فانا عايز اعرف الاكس والواي بيزيدوا مع بعض ويقلوا مع بعض، ولا لما الاكس تزيد الواي بتقل، ولا لما الواي تزيد الاكس بتقل، ولا مفيش اي علاقه بينهم، صح؟ طيب هنلاقي ان الكوفاريانس نقدر نحسبه بالمعادله دي، كوفاريانس اكس وواي بيساوي 1 على ان سيجما اي اكس اي ناقص ميو اكس في واي اي ناقص ميو واي. طيب ليه؟ ايه معنى المعادله دي؟ وليه دي بتحسب لي الكوفاريانس؟ خد بالك المعادله دي بتحسب لي ايه؟ خد بالك لو افترضنا ان دايما او في اغلب الاوقات اون افريج يعني، في اغلب الاوقات الاكس بتكون اكبر من المين بتاعها في نفس الوقت اللي الواي بتكون اكبر من المين بتاعها. خد بالك ماشي يعني، عشان لو افترضنا دي قيمه موجبه ودي قيمه موجبه، فده معنى ايه؟
معناها ان دايما او في اغلب الاوقات يعني لو دايما حتى دي موجبه ودي موجبه، فده معناه ان في نفس الوقت اللي بتكون فيه الاكس بتاع البوينت اكبر من المين بتاعها بتكون الواي اكبر من المين بتاعها. فلو جيت ارسم حاجه زي كده هلاقي ان انا عندي حاجه شبه كده. او تعالى نرجع فوق على الرسمه اللي فوق دي، لا باش خلينا نرجع كده تاني معلش. فانا عندي ده عندي ده المين بتاع الديستريبيوشن، انا لسه ما رسمتش الديستريبيوشن. بس لو انا دايما الاكس اكبر من المين بتاعها في نفس الوقت اللي الواي اكبر من المين بتاعها، ده معناه لو الاكس هنا الواي لازم تكون اكبر من المين بتاعها تكون هنا مثلا. طب لو الاكس هنا الواي تبقى هنا، لو الاكس مثلا هنا الواي تبقى هنا، الاكس هنا تبقى الواي مش عارف هنا. ماشي حاجه زي كده صح؟ هنلاقي بيحصل حاجه زي كده ان البوينتس دي كلها بتحقق الشرط ان لو الاكس اكبر من المين بتاعها الواي اكبر من المين بتاعها. طيب فالفكره ان ايه؟ لو القيمه دي او لو القيمه دي كلها موجبه معناها ايه؟ معناها ان يا اما دايما الاكس اكبر من المين بتاعها في نفس الوقت اللي الواي اكبر من المين بتاعها، يا اما يعني فيكون الاثنين قيمتين دول موجبين وبالتالي تكون الكوفاريانس دي غالبا موجبه او لما اجمع كل البوينتس تبقى موجبه، او العكس او لما تكون الاكس اصغر من المين بتاعها ده هيديني رقم سالب، سالب مثلا 3 ولا حاجه، والواي تكون اصغر من المين بتاعها في نفس الوقت هديك برده سالب 2 مثلا، ساعتها هتضرب سالب 3 في سالب 2 هيديك برده قيمه موجبه. فلو في اغلب الاوقات الاكس اكبر من المين بتاعها والواي اكبر من المين بتاعها او الاكس اصغر من المين بتاعها في نفس الوقت اللي الواي اصغر من المين بتاعها هتلاقي الكوفاريانس موجب. طيب لو عايز اشوف الكيس الثانيه دي كده، الكيس الحته اللي انا سمتها دي كيس بتاعت الاكس اكبر من المين بتاعها. طب الاكس اصغر من المين بتاعها وفي نفس الوقت الواي اصغر من المين بتاعها، فلو الاكس هنا تبقى الواي هنا، لو الاكس هنا تبقى الواي هنا، الاكس هنا تبقى الواي هنا وهكذا. فكل البوينتس دي بتحقق ان الاكس اصغر من المين بتاعها في نفس الوقت اللي الواي اصغر من المين بتاعها. هلاقي ان ده كله بيحقق كده. فهلاقي ان جنرال ان لو الكوفاريانس ما بين اكس وواي موجب، ده معناه ان الديستريبيوشن شكله شبه كده، لان هو الديستريبيوشن ده اللي بيحقق لي ان الاكس اكبر من بتاعها والواي اكبر من بتاعها في نفس الوقت، او الاكس اصغر من بتاعها والواي اصغر من بتاعها في نفس الوقت. طيب فاذا انا متخيل ان لما يكون الكوفاريانس موجب انا متخيل ان الداتا بتاعتي شكلها عامل كده. ممكن نبص الكلام ده بشكل تاني، ان احنا نقول ايه؟ نقول ان انا لو خدت الداتا دي وعملت لها بروجكشن على اكتر لاين بيمثلها، انا متخيل دي مطوله كده صح؟ فداتا مطوله كده، فلو عملت لها عملت لاين بيمثل ده هيكون لاين ده مثلا حاجه زي كده. طيب لو اعتبرت اللاين ده هو الريبرزنتيشن بتاع الداتا هلاقي ايه؟ هلاقي ان الواي ايكوالز ام اكس لمعادله اللاين، والام ده رقم موجب، فكان الام ده بيعبر عن الكوفاريانس. لو تجاهلت شويه النويز اللي الناحيه دي مثلا كده هلاقي ان الواي بيكون ام اكس والرقم ده بيكون موجب لان ميل الخط ده موجب. فالبوزيتيف كوفاريانس بيكورسبوند ان انت لو عملت بروجكشن على الدايمنشن اللي هو الاقل اهميه، يعني اللي هو الدايمنشن البسيط ده الاقل اهميه، هيديك لاين الميل بتاعه موجب. فممكن تتخيلها كده، بس طبعا التفسير بتاع البروبابيلتي ده هيكون الطف او يعني اظرف يعني. ماشي، فده برضو بيخليك تقدر تحدد بسرعه الكوفاريانس موجب ولا سالب. كده واضح ان في اغلب الاوقات الاكس بيزيد مع الواي او الواي بيزيد مع الاكس، في كوفاريانس موجب بين الاكس والواي. طيب طبعا الكوفاريانس اوف اكس وواي هو نفس الكوفاريانس اوف واي واكس، يعني المفروض ده يكون واضح. ان انا بقول برضو لما الواي تزيد الاكس هتزيد ولا تقل، فهتلاقي ان لو الاكس بتزيد، لما الاكس تزيد الواي تزيد، اكيد لما الواي تزيد الاكس هتزيد، فهتلاقي الكوفاريانس اوف اكس وواي هو نفس الكوفاريانس اوف واي واكس. طب تعال نشوف الكيس الثانيه، لو الكوفاريانس بنيجاتيف رقم نيجاتيف ده معناه ايه؟ معنى ان افريج او في اغلب البوينتس لما الاكس تكون اكبر من المين بتاعها الواي تبقى اصغر، عشان في الاخر يديني رقم سالب في موجب فيديك رقم ايه؟ سالب. فلو انا في اغلب البوينتس لما الاكس تكون اكبر من المين بتاعها تكون الواي اصغر من المين بتاعها هلاقي هنا رقم موجب هنا رقم سالب، وبالتالي يديني كوفاريانس سالب. طيب نفس الكلام برضو لو الاكس اصغر من المين بتاعها تكون الواي اكبر من المين بتاعها، يعني في الاخر بالعكس سواء ده الاكبر او ده الاكبر يعني. طب لو عايز ريبريزنت ده على الداتا هلاقي ان لو عايز اعمل كده، تعالى نفترض ان عندي مين تاني هنا، ده برضو ميو اكس وده ميو واي مثلا. طيب انا عايز الاكس اكبر من المين والواي اصغر من المين، هتلاقي ان ده اللي حصل هنا صح؟ فالبوينتس دي كده بتحقق الشرط ده. وفي نفس الوقت لو العكس، لو الاكس اكبر لو الاكس اصغر من المين ده كده نيجاتيف، فده رقم سالب يعني. فلو الاكس اصغر من المين والواي اكبر من المين تبقى حاجه هنا. هلاقي ان الشكل ده اللي هو الشكل المعكوس ده هو اللي بيحقق لي نيجاتيف كوفاريانس، ده بالتعويض في المعادله بتاعت المعادله دي. فعشان كده بقول ان المعادله دي بتوصف الكوفاريانس بشكل كويس. طيب برضو لو جيت حوار اللاين ده، لو جيت ترسم لاين كده هتلاقي ان اللاين ده عامل كده، فهتلاقي ان الميل بتاعه واي ايكوال ام اكس والام ده سالب، فهتحس ان هو فيه
علاقه، لما ده بيزيد ده بيقل، فده بتستنتج فيه ان في علاقه نيجاتيف ما بين الواي والاكس، وبالتالي في نيجاتيف كوفاريانس ما بين الواي والاكس، الاكس تقل الواي تزيد، لما برضو تبروجكت على اللاين اللي بيريبريزنت الداتا يعني. طيب لو الكوفاريانس بصفر ده هيكون معناه ايه؟ معناه انه اون افريج لو انت عندك مثلا 100 بوينت، هتلاقي مثلا 50 بوينت لما الاكس اكبر من المين الواي بيبقى اصغر من المين، و50 بوينت تانيين لما الاكس اكبر من المين الواي بتبقى اكبر من المين. فلما تجمع الكلام ده يعني 50 بوينت هتلاقي رقم ناتج الضرب بيطلع نيجاتيف 50 بوينت مثلا، وبيطلع بوزيتيف 50 بوينت، فتلاقي النيجاتيف بيلاشي البوزيتيف مع بعض، هتلاقي طياروا بعض. فهتلاقي ده بيحصل ازاي؟ لو انا عندي هنا برضو مين ثالث مثلا اهو كده ميو اكس وميو واي، انا عايز لو عندي 100 بوينت ماشي، نقول مثلا 50 منهم اكبر من المين و50 اصغر من المين بالنسبه للاكس. طيب في ال 50 اللي اكبر من المين ده عايز لما يكون الاكس اكبر من المين يكون 25 في 25 منهم يكون الواي، عايز لما الاكس تبقى اكبر من المين 25 منهم يكون الواي اكبر من المين و25 يكون اصغر من المين عشان يلاشوا بعض، ده اللي انا عايزه صح؟ فلاقي ان انا عندي البوينت كده شويه بوينتس 25 بوينت هنا الاكس اكبر من مين والواي اكبر من مين، و25 بوينت ثانيين الاكس اكبر من مين والواي اصغر من مين. فلما اجي احسب شويه البوينتس دول احسب الكوفاريانس ايكويشن دي هلاقي ان الموجب بيلاش السالب ويديني صفر، هلاقي ان الشكل هيبقى شكله عامل كده تقريبا. طيب والعكس برضو لو الاكس اصغر من المين هلاقي مثلا 25 الواي اكبر و25 الواي اصغر، هتلاقي ان الشكل ده بقى عامله كده. بشكل ما في سيمتري كده حوالين المين، او بتلاقي ان الالف بتاعك او الداتا بتاعتك تعتبر كانها افقيه او راسيه، ممكن تكون ممطوطه كده او ممطوطه كده او دايره، في الاخر مش فارقه معاك. طيب فانت دلوقتي المطه في الاتجاه الاكس ده بيحدده الفاريانس بتاع الاكس، المطه في اتجاه واي بيحددها الفاريانس بتاع الواي، لكن اللي بيحدد الكوفاريانس هو المطه المايله دي ماشي، زي ما احنا شفنا كده في الكلام ده. فلو لو الكوفاريانس بصفر انت عارف الداتا بتاعتك يا اما عامله كده يا اما عامله بالعكس، يعني يا اما مطوله كده، لان في الاخر اللي بيحدد الحاجات دي هو الفاريانس مش الكوفاريانس، الكوفاريانس بيحدد الحاجه المايله زي ما احنا شفنا كده. احنا كده نعتبر استنتجنا العلاقه ما بين الكوفاريانس وبين الاشكال دي. طيب فده كده الكوفاريانس. ايه بقى الكوفاريانس ماتريكس؟ الكوفاريانس ماتريكس عباره عن ماتريكس بس بتحط فيها كل المعلومات دي في هيئه ماتريكس فورم، كانك بتحطها في جدول يعني. انت عندك ماتريكس كده هتحط هنا الفاريانس في اتجاه اكس، خد بالك ان الفاريانس في اتجاه اكس هو عباره عن الكوفاريانس ما بين اكس واكس صح؟ يعني في الاخر الكوفاريانس ما بين اكس ونفسه دي معادله الفاريانس صح؟ فدي عباره عن اكس اي ناقص ميو اكس في اكس اي ناقص ميو اكس، فكانها الكوفاريانس ما بين اكس ونفسه. فانت هنا هتلاقي الكوفاريانس ما بين اكس واكس، وهنا الكوفاريانس ما بين واي وواي، فانت كانك حاطط هنا ده الكولوم بتاع اكس كولوم بتاع واي، هنا الرو بتاع اكس الرو بتاع واي. طب هنا هتحط الكوفاريانس ما بين اكس وواي، وهنا هتحط الكوفاريانس ما بين واي واكس اللي انت متاكد ان هو بيساوي ده. انت عشان كده هتلاقي ان دايما الكوفاريانس ماتريكس دايما بتكون سيمتريك عشان لازم ده يساوي ده. طبعا عندك زد برضه نفس الكلام، تلاقي كوفاريانس اكس واكس كوفاريانس واي كوفاريانس اكس وزد وهكذا، فده بيجنرالايز بسهوله الهاير دايمنشنز يعني. لو القيم دي موجبه انت عارف ان الشكل عامل كده، لو القيم دي سالبه انت عارف شكل عامل كده، لو القيم دي بصفار عارف ان الشكل عامل كده او عامل كده. خلاص كده المفروض اتاكدنا منه خلاص دلوقتي. طيب دلوقتي عايزين نحسب الكوفاريانس ماتريكس من الداتا، ازاي نقدر نحسبها من الداتا؟ قال لك انت تعالى نكتب كده سيجما عباره عن اربع ترمات في الحاله ال2 دي. الاربع ترمات كلهم فيهم واحد على ان صح؟ كلهم فيهم واحد على ان، خلاص يبقى انا ممكن احط واحد على ان بره. هنا سيجما على كل التريننج اكزامبلز اكس اي ناقص ميو اكس سكويرد، هنا سيجما على كل التريننج اكزامبلز برضو اكس اي ناقص ميو اكس في واي اي ناقص ميو واي، هنا نفس الكلام سيجما على كل التريننج اكزامبلز بس هيبقى اكس اي برضو ناقص ميو اكس عشان هما سيمتريك نفس القيمه في واي اي ناقص ميو واي، عايز تبدلهم بدلهم بس نفس القيمه. طيب وهنا هيبقى سيجما كل التريننج اكزامبلز اكس واي اي ناقص ميو واي سكويرد.
طيب من باب التسهيل خلينا نسمي اكس اي ناقص ميو اكس، سميه مثلا في اي مثلا، كاني بقول في اي ده هو centered version of اكس اي، بطرح المين من كل الاكس اي كومبوننتس لكل البوينتس يعني عباره عن في اي، وسمي الواي اي ناقص ميو واي، سميه مثلا ايه، سميه دبليو اي. ماشي كده، بس هتبسط الدنيا شويه، هتقول ان الكوفاريانس عباره عن 1 على ان، وهنا افتح الماتريكس برضو، هنا هيدي لك سيجما في اي تربيع، هنا هيديك سيجما في اي دبليو اي، وهنا هيدي لك صح كده ولا ايه؟ ماشي، هنا هيديك سيجما على اي برضو في اي دبليو اي، وهنا هيديك سيجما دبليو اي تربيع. طيب انا كده بعرف احسب الكوفاريانس، بس انا في سميشنز ودي معناها في الكمبيوتيشنز فور لوبس، او حتى انا بجرب بايدي هعمل حاجه كتير، هقعد اجمع حاجات بايدي، انا عايز ابسطها شويه او عايز اعملها بشكل فيكتورايزد. ماشي، يعني ده كده خلاص كده الكوفاريانس ماتريكس دي حسبها كده مظبوط، عايز اخليها فيكتورايزد. طيب احنا عارفين ان بي اي عباره عن اكس اي واي اي الكلام الاول. طيب انا عايز اقول مثلا ان كيو اي، يعني عايز اسنتر البي اي، عايز اشيفت كل البوينتس بحيث انها تبقى سنترد حوالين الزيرو، فمحتاج اطرح المين، فهقول ان انا عندي فيكتور تاني اسمه كيو اي برضو عباره عن البوينت بعد السنترنج عباره عن بي اي ناقص ميو، اللي هو بيساوي اكس اي ناقص ميو اكس واي اي ناقص ميو واي، اللي هو بيساوي دبليو بيساوي في اي، اللي هو ده كده هو انا هسميه اصلا في اي وده هسميه دبليو اي. طيب انا دلوقتي عايز يكون عندي ماتريكس معينه احط فيها الداتا بوينتس بعد النورمال بعد السنترايزيشن ده يعني، واحاول اجيب منها الكوفاليانس ماتريكس مره واحده من غير بدل ما اقعد اعمل احسن 100 مره يعني. طيب هلاقي من غير لوبز خالص، هلاقي ان انا ممكن اقول ان الكيو او نقول الدي مثلا، دي كده داتا ماتريكس احط فيها كل الاكزامبلز بتاعتي جنب بعض، احط مثلا هنا في 1 دبليو 1 ده كده اول تريننج اكزامبل، احط هنا في 2 دبليو 2 في 3 دبليو 3، انا افرض ان هي كده بس عندي 3 اكزامبلز بس. طيب هل ممكن من دي اجيب الكوفاريانس ولا لا؟ الاول ماتريكس دي عباره عن 2 في 3، فانا عشان اجيب الكوفاريانس عن طريق ماتريكس مالتيبليكيشن محتاج اضربها في ماتريكس ثانيه 3 في 2، فانا عارف ده عشان دي داخل 2 في 2. طب اقدر احط هنا ايه؟ لو جيت تبص هلاقي ان اول اليمنت هنا عباره عن الكولوم ده، الرو ده في الكولوم ده صح؟ فده بيساوي في 1 تربيع بلس في 2 تربيع بلس في 3 تربيع. فده كاني بقول ان انا احط هنا في 1 هنا في 2 هنا في 3. لو ضربت ده في ده هيديني في 1 تربيع بلس في 2 تربيع بلس في 3 تربيع، هيديني فعلا سيجما اي في اي تربيع. فده كويس. طب هل ده بيديني ده مظبوط؟ لو جيت تبص هتلاقي عندك دبليو 1 في 1 بلس دبليو 2 في 2 بلس دبليو 3 في 3، عندي دبليو اصلا. هتلاقي فعلا بيديك ده، فانت كده ظبطت اول حته. طيب عايز اجيب ده مثلا، هلاقي ان انا محتاج احط هنا دبليو 1 دبليو 2 دبليو 3. ماشي؟ هتلاقي ان انا بجيب دبليو 1 تربيع بلس دبليو 2 تربيع بلس دبليو 3 تربيع اللي هو ده فعلا. طب ده برضه هيكون مظبوط ان الماتريكس دي دبليو 1 في 1 وهكذا. فهلاقي ان انا اقدر احسب الكوفاريانس ماتريكس مره واحده لو عندي دي هي الماتريكس دي، وقلت ان الكوفاريانس هي ماتريكس فيها الداتا حطيتها كلها، كل البوينتس بتاعتي حطيتها بعد السنترايزيشن في كولومز، وقلت ان السيجما بتساوي 1 على ان في دي، دي كده دي، والثانيه كانت دي ترانسبوز في دي ترانسبوز، فدي المعادله اللي بنحسب بيها الكوفاريانس. ساعات بتلاقي يحطوا بدل ان يحط ان ناقص 1، وهتلاقي ناس عامله ده وناس عامله ده، هتلاقي برامج عامله ده وبرامج عامله ده، في الاخر كل واحد له تفسير وكل واحد عنده وجهه نظر يعني يحط الان ولا ان ناقص 1. بالنسبه لي انا هستخدم الان، بس لو لقيت ان ناقص 1 عادي، ساعات الناس بتعمل كده برضه ولهم مبرراتهم يعني. طيب فان جنرال لو انا عايز اجنرالايز الكلام ده، افترض ان انا عندك اكس، يعني عندك كل بوينت فيها شويه فيتشرز كتير، اكس 1 اكس 2 اكس 3، خد بالك دلوقتي ما بقتش بتكلم من اكس 1 ده بوينت، لا اكس ده فيتشر، يعني بدل اكس واي وزد عشان عندي بوينت انا عندي فيتشرز مش عارفها، فانا عندي اكس ام فيتشر مثلا زي ما احنا بنستخدم في المشين ليرننج او في النيورال نتوركس يعني. فدلوقتي ده اكس واي زد بس سميتهم تسميات مختلفه، معلش على اللخبطه في النوتيشنز بس في الاخر كده يعني. فانا عندي البي اي ماشي، وعندي ميو
عباره عن ميو في اتجاه اكس 1، ميو في اتجاه اكس 2، ميو في اتجاه اكس 3 وهكذا لحد ميو في اتجاه اكس ان، لان كل فيتشر ليها سنتر بتاعها. هقول ان الكوفاريانس بتاعي عباره عن 1 على ان، او قبل كده معلش خلينا نقول ان انا هيكون عندي الداتا ماتريكس عباره عن ماتريكس فيها b1 ناقص ميو، b2 ناقص ميو، b3 ناقص ميو وهكذا، حيث دي عدد التريننج اكزامبلز بتاعتي كلها لحد عندي هنا n تريننج اكزامبل، فيبقى عندي مثلا bn ناقص ميو ماشي. فدي ماتريكس الدايمنشن بتاعتها m اللي هم عدد الفيتشرز في n ماشي، فكاني بطرح المين من كل بوينت يعني. ساعتها هقول بقى ان الكوفاريانس ماتريكس عباره عن 1 على n في دي في دي ترانسبوز، حيث دي هي السنترد داتا بتاعتي او ماتريكس فيها كل البوينتس بتاعتي ككولومز سنترد، لما طرحت منهم المين بقوا سنترد حوالين الزيرو يعني، كاني باخد الشيء ده كله كده وبطرح المين، فهطرح المين من كل البوينتس، فكان الراجل ده بدل ما هو كده بقى سنترد حوالين الزيرو ماشي. كان الفيديو ده خلص، كان الفيديو الجاي ان شاء الله.